السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اليوم باسم مجموعه مساند الشارع جينا ندوي على بعض الاحداث اللي وقعت اليوم في خلال التدريب اللي عرفتها اليوم اللي عرفها ملعب والمدني بفاضيسه بخصوص تدريب فريق اولمبيك الشارع. باش نبداو الامور من الاول، اول مساله هو ان الفريق قبل ما يبدا العام لا سيزون درنا اجتماع مع المكتب المسير، تلقينا وعود صريحه من المكتب المسير على ان الفريق هذا العام غينافس على الصعود، يعني غيلعب على الصعود. المهم الدورات الاولى الى يومنا هذا كان الفريق غادي في واحد المستوى مزيان، يعني كانت كيتعادل كيربح الى اخره. دابا خمسه ديال الدورات الاخرين ما شفناش فيهم طعم الفوز، يعني كنشوفوا خسارات تعادل الى اخره. هاد الوضع هذا ما كيروقش الفريق ديالنا خصوصا في هاد الظرفيه هادي. فكرات المجموعه بعد اجتماعات بزاف ديال المدارسات الى اخره انها تهبط تحفز اللاعبين في التدريب، يعني كاي جمهور عادي كيهبط يحفز اللاعبين، خصوصا هو ان الماتش ديال الشباب المحمدي غيتلعب ويكلو، يعني ما يكونش الحضور ديالنا في التيران نهار المحمديه. قلنا هنا غادي نوضو غادي نحفزوا اللاعبين اليوم في التدريب. ملي كنمشيو خلينا الفريق التريني حتى سالون لونطريما ديالو، اصطدمنا بان المدرب عبد الكريم الجناني كيمنع الجروب سيبورتير انا تهضر مع اللاعبين. ما نعرفوا السبب ديال المنع اشنو هو. حنا بغينا نوصلوا واحد الميساج لدوك اللاعبين، كان واحد كيكون بواحد الطريقه سلميه، ولكن لقينا داك السيد بيمنعنا قال ما تهضروش مع اللاعبين. حنا قال لك هضروا مع المكتب. اللاعب المكتب ملي كتهضر معاه هضر مع المكتب، الا جاب الله كان اللاعب ما مخلص ما شادش المستحقات ديالو البريم سيناتور ديالو ما وصلش الى اخره، ولكن اللاعبين الوضعيه ديالهم الماليه والماديه وضعيه مزيانه. اللي جاو دابا لقاو دوزيام سيري ولقاو كلشي واجد والوضعيه تحسنات والفرقه تحولت من جمعيه رياضيه لشركه رياضيه، هاد الناس هادو ما بقاوش كيحترموا الكرامه ديال الجمهور. كتلقى دابا اللاعب ديال اولمبيك تشيرا كيجي كيهضر مع واحد المشجع وكيخرج في عينيه، خص يعرف داك اللاعب ديال اولمبيك تشيرا بانه بدا هو راه خدام عند الجمهور وبان داك الفرقه ديال اولمبيك تشيرا هي ملك ديال الجمهور. السلام عليكم. بغينا نشرحوا هذا الشيء اللي قالوا هاد الاخوان غادي نكملوا عليه. هو اليوم باش مشينا كنا كانت النيه ديالنا زوينه الشباب نمشيو نموتيفيو اللعابه على الماتش ديال المحمديه اللي ويكلو، تلقينا المدرب تيمنع الجمهور يهضر مع اللاعب. وهاد القانون هذا ما كاينش انه الجمهور يهضر مع اللعابه، حنا عادي جمهور كيشجع الفرقه ديالو بديت موديفي فواحد الماتش ما غاديش تكون فيه انت جمهور، ما كاينش ماتش ويكلو ما كاينش الجمهور. حنا بغينا نوصلو ميساج نموتيفيو حنا راه كاين معاكم، سواء كنا في التيران سواء ما كناش في التيران، حنا انسيبورتوكم انسيبورت، ولكن فاش كتجي كتلقى المدرب كيمنعك شي حاجه جات بحال ولينا كنتقمعوا في البلاصه ديالنا ولينا الامام اللي كنعطيو القيمه ولا كيهبط علينا، ما خصناش نشوفوها ولكن لا اله الا الله هذا اخر الخوي. انا الشيء اللي وقع اليوم كنتاسفوا على هذه الاحداث اللي خرجت من المدرب. الاحداث اللي وقعت من الديبار انه تجمعوا الاخوان جمعات جروب سيبورتير تشيرا، درنا على اساس اننا نمشيو نموتيفيو اللعابه لانه كاين واحد الماتش ويكلو. اللعابه نقطه القوه ديالهم الصراحه كلشي كيعرفها ان هي جروب سيبورتير تشيرا، الجمهور تشيراوي عامه هي النقطه ديال القوه ديال الفريق ديالنا. مشينا كنصدموا بانه التيران مسدود ليه الباب في وجهنا، دقينا حلينا العساس دخلنا تسنينا الاخوان تسالوا لونطريما ديالهم ما نديروش لهم الشوشره، حمسناهم في لونطريما ديالهم دخلنا على اساس اننا نتكلموا معاهم، كنلقاو انه المدرب هو اول واحد كيوقف في وجهنا تيقول لك اودي ما تدويش مع اللعابه، دويو مع المكتب الا بغيتو شي حاجه دويو مع المكتب ما تدويش مع اللعابه، على اساس انكم تخرجوا من لا كونسونطراسيون ديالهم. هادشي ما كانش النيه ديالنا اننا نخرجوا اللعابه من لا كونسونطراسيون ديالهم، جينا على اساس اننا نحمسوهم. وكتعرفوا ان المقابله كونتر شباب المحمديه مقابله غادي تكون صعيبه لانه شباب المحمديه هو فريق اللي كينافس على الصعود هذا العام هذا. من بعد جمع اول اللعابه قال لهم حتى واحد ما يدوي مع الجمهور، بعض اللعابه الله يكون في العوان قدروا الوضعيه جاوا بغاو يدويو معنا، ولكن الاغلبيه اللي كنحضرهم انهم ما يطيحوش في الفخ ديال هذا المدرب هذا انهم يكونوا يعاندوا الجمهور ديال اولمبيك تشيرا لانه هو السند الوحيد اللي كاين لهاد اللعابه هادو، لانه حتى واحد الا ما تخلص عند الفرقه ولا كان تيعاني من شي ضائقه ماليه راه الجمهور هو اللي غادي يوقف معاه. الجمهور هو الوحيد الا عندك مشكل مع المكتب هو اللي غادي يدافع عليك هو اللي يناضل من اجلك، الجمهور هو اللي كيحمي هاد الفرقه هادي، الجمهور هو اللي كيحمي المدينه ديالو، وتجي انت تصدى الجمهور راه ما كايناش في العالم هادي، هادي راه ما كايناش في العالم تجي وتحبس الجمهور باش يهبط انه لونطريما راه ما كايناش. جاب الله الاخوان تصرفوا بالعقل تمركوا الاعصاب ديالهم، كان تجاوب ولكن الاخوان تحكموا في الاعصاب ديالهم ما بغاوش نخرجوا بشي نتيجه لا يحمد عقباها، وراه الشيء اللي كاين لا في الماتش ديال تشيرا والمغرب الفاسي. يعني كيفاش ان فرقه ما كانش الجمهور ديالها هو السبب ديال الشغب وكتحكم بجوج ديال اللي ويكلو وبغرامه، وكنشوفوا المغرب الفاسي ما توقعوش نفس العقوبات،
وبزاف ديال الحوايج كيبدا المكتب المسير ديالنا ضعيف. بغينا مكتب مسير في المستوى يسير هذه الفرقه في القسم الوطني الثاني الاحترافي. ثاني حاجه المسير كنقول لهذا العام ما عندكش مفر من الصعود. بغينا الصعود باي طريقه، تكون عندك واحد الشجاعه اللي كاينه عند رئيس الشباب المحمديه واللي كاينه عند الرؤساء الفعليين الحقيقيين، هو انه كيقولوا حنا هذا العام غنطلعوا. ما تعطيش تصريحات ضمنيه، اعطي تصريحات صريحه بان هذا العام واش كاين الصعود ولا ما كاينش. الا ما كاينش الصعود يقولوها لينا، ما نبقاوش نضيعوا مع هاد الناس الوقت، ما نبقاوش نضيعوا معاهم حياتنا على قبل واحد الحاجه كيعطونا وهم. حنا بغينا واحد الحاجه حقيقيه، هي هاد العام بغينا هاد الفريق هذا يطلع بروميان سيري ان شاء الله، وبغينا ديربي في مدينه اكادير ينافس الديربيات الكبار اللي كاينين في المملكه. وشكرا للقناه ديال شوف تيفي.